منذ تأسيس مهرجان جفلة الثقافي منذ النسخة الأولى إلى غاية النسخة الرابعة عن حجم الغلافات المالية المرصودة وكذلك الدعم المقدم من قبل الدولة. جفلة اليوم ليست بحاجة إلى مهرجان، مدينة جفلة بحاجة إلى سوق شغل، بحاجة إلى مقاربة تروم محاربة العطالة، بحاجة إلى تأهيل ظروف العيش الكريم للمغاربة وللساكنة التفليتية على وجه التحديد. معارضة غائبة إن لم نقل مغيبة بفعل فاعل، والفاعل هنا طبعا هو القطب الوحيد، الحزب الوحيد الذي يهيمن على كل كبيرة وصغيرة. لما نشوفوا باللي الوقت اللي خرجنا احنا كننتقدوا المهرجان، بعض الناس خرجوا كيقولوا انتوما كنتوا في العام اللي فات مع المهرجان وهذا العام كننتقدوا المهرجان، ما الذي تغير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حسن اليوسفي، رئيس مركز عدالة لحقوق الإنسان. أرحب بالسادة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية لشرفونا اليوم مقر مؤسسة مغرب أنباء من أجل الحديث وتسليط الضوء على أجواء التحضير لمهرجان جفلة الثقافي في نسخته الرابعة. وقد اخترنا كعنوان لهذا اللقاء الإخفاقات المتوالية لمدبري الشأن العام في إخراج النسخ المتعلقة بمهرجان جفلة الثقافي. اليوم وصلت مدينة جفلة إلى النسخة الرابعة، لكن الذي يطرح أكثر من تساؤل هو كون المشرفين على التحضير وتهيئ هذه النسخة كما في السنوات الماضية لا زالوا يواصلون إخفاقاتهم المتعاقبة جراء حفاظهم أو جراء استمرارهم في تكريس ممارسات تغيب عنها الرؤية الديمقراطية. لما نقول تغيب عنها الرؤية الديمقراطية بمعنى تغيب عنها أي مقاربات من شأنها أن تتيح الفرص للكفاءات والطاقات وكذا لكافة المهتمين والمتدخلين بالشأن الثقافي. فاليوم معلوم وكما يعلم الجميع أن الفعل الثقافي أضحى رافعة للتنمية. الفعل الثقافي بات له امتداد اليوم على مستوى الحقوق السياسية وحرية التعبير، كما هو الشأن بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ونفس الأمر بالنسبة لحقوق الجيل الثالث. هي إذن جملة من الممارسات اللي مفروض أن المشرفين على التحضير أو مدبري أو مشرفي المشرفين عفوا على إدارة مهرجان جفلة الثقافي أن تعتمد رؤية منفتحة ومنسجمة وشمولية تلامس كافة الحقوق الإنسانية الأساسية لمكفولة دستوريا ومكفولة كذلك في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واللي المغرب صادق عليها في مجموعة من البروتوكولات عفوا والاتفاقيات اللي كتلزم المغرب بضرورة احترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان. اليوم لا فعل ثقافي بمدينة جفلة باستثناء أشخاص تحوم حولهم شبهات الفساد والذين لا زالت تلاحقهم شبهات الفساد، لا زالوا اليوم يستمرون في التسلط على الفعل الثقافي وعلى المشهد الثقافي كأنهم أشخاص حلوا من قرية بعيدة بغية الهيمنة على حق أساسي يمكن أن يضطلع به المواطن التفليتي اليوم المتمثل أساسا في الحقوق الثقافية. هناك كذلك حقوق الجيل الثالث. لما نقصد حقوق الجيل الثالث فالقصد هنا طبعا الحق في الثروة والحق في بيئة سليمة ثم الحق في الرياضة. الفعل الثقافي أضحت له انعكاسات سلبية همت اليوم كذلك حتى المشهد الرياضي على مستوى مدينة جفلة، إذ تغيب كل الأنشطة والبرامج ذات البعد الرياضي ضمن الفقرات ديال البرنامج العام لمهرجان جفلة باستثناء رصد وتخصيص غلافات مالية كبيرة لنادي يهتم بكرة القدم على مستوى مدينة جفلة دون أن يقدم لنا هذا النادي أو هذه الجمعية الرياضية إذا صح التعبير
أي إضافة للمشهد الرياضي أو للفعل الثقافي. فالرياضة كما هو معروف هي كذلك ثقافة، هي سلوك، وهي خيار، خيار متعدد الأبعاد ومتعدد المرتكزات، ولعل من أبرز مرتكزاته كذلك استحضار الفعل الثقافي. فيلزم أن نكرس الرياضة كثقافة وكسلوك، لا أن تكون كمدخل لشرعنة ممارسات تنطوي على النهب والاختلاس وما إلى ذلك، واستفادة أشخاص محددين بعينهم من الثراء غير مشروع والفاحش. اليوم تنظيم ديالنا ديال الندوة هذه يأتي في سياق خاص. لماذا؟ لأن وصلنا اليوم للمحطة الرابعة، لازال نفس الأشخاص تنشوفوا هنالك تداول على منصب مدير المهرجان. ومن غرائب الصدف اليوم لما نتحدث عن منصب مدير المهرجان أصبحنا نرى أن هناك العديد من الأشخاص اللي كيعملوا أساسا على تداول على مركز مدير المهرجان. مدير المهرجان اللي خص توفر فيه شروط، لما نتحدث عن مهرجان ثقافي فالأولى والأجدر أن يكون مدير المهرجان مثقفا، له رصيد معرفي وثقافي، وله كذلك رصيد بمقدوره أن يؤهله ليضطلع بمهام تروم بالأساس تأطير الفعل الثقافي والنهوض به وتحسين أوضاعه. لكن واقع الحال يتحدث عن ممارسات أخرى، واقع الحال يتحدث عن العبث والتسيب. لما نرى أن مدير المهرجان ربما لا رصيد ثقافي له، ولا رصيد نضالي له، ولا مرجعية فكرية له، باستثناء أنه أصبح يجهز على الأخضر واليابس ويتسلط على كافة القطاعات بلا حسيب ولا رقيب، حتى أضحى يشكل اليوم موردا ومصدرا للاحتجاج بشكل شبه يومي، لا لشيء سوى لأنه يتدخل في كل كبيرة وصغيرة. تارة تجده ذلك المثقف، في أحيان أخرى نجده أنه الذي يشرف على تدبير المخيمات الصيفية للأطفال، وفي بعض الأحيان يتحول بقدرة قادر إلى متدخل في الشأن الإعلامي، وتارة أخرى كذلك تجده سياسيا يفتقد لأبسط مقومات الممارسة السياسية الحديثة، واليوم يتقلد على كرسي إدارة مهرجان اختير له توجها ثقافيا محددا بعينه، وشاءت الأقدار أن يكون مهرجان يعنى بالثقافة، لكن واقع الحال يتحدث عن هيمنة مطلقة لقطب سياسي واحد سعى من خلاله كافة المتدخلون إلى بسط الهيمنة والسيطرة والتسلط على كافة القطاعات بلا حسيب ولا رقيب. إخواني ممثلي وسائل الإعلام، اليوم مهرجان تفلت الثقافي أضحى يسائل الدولة المغربية عن حجم الغلافات المالية المرصودة، عن حجم الدعم العمومي المقدم من قبل الدولة، وما هي الغايات المرجوة منه، وهل تم تحقيق أهداف تروم بناء الهوية الثقافية لمدينة تفلت؟ طبعا العارف بخبايا الأمور والذي يدرك ما يجري ويدور سيقدم جوابا واحدا ووحيدا لا جواب غيره، على أن تفلت لا زالت تزداد فسادا، لا زالت تزداد تدهورا وتراجعا، حتى أصبحنا اليوم إذا صح التعبير نسلم بأن الكل متواطئ ضد هذه المدينة الصغيرة، حتى أن ساكنة مدينة تفلت اليوم ما يمكنش تشغلها على الاهتمامات الأولية ديالها والمتمثلة أساسا في حرمانها من أبسط حقوقها في العيش الكريم، الحق في السكن، الحق في الشغل، الحق في التعليم، الحق في الصحة، وكذلك حقوق الجيل الثالث، حرية التعبير والحقوق السياسية. إذن جل الحقوق الإنسانية لا تمثلت لها في السياسات والبرامج والتصورات المقترحة من طرف المشرفين على تدبير مهرجان تفلت الثقافي في نسخته الرابعة. يحق لنا اليوم أن نفتخر على أن تفلت لازالت تعج بأحرار وحرائر
بمقدورهم أن يصدحوا بحناجرهم وبأعلى صوت على أن الفساد لا يمكنه أن يسكت الأصوات الحرة ولا يمكنه أن يستمر إلى ما لا نهاية. أكيد لكل قصة بداية ونهاية، ونهاية مهرجان تفلة الثقافي ستكون يوم ستصدح حناجر الأحرار والحرائر بأعلى صوت على أن الفساد أضحى العنوان الأبرز للتصرف في المال العام وفي الدعم العمومي الذي تتلقاه الجمعية التي تنظم هذا المهرجان. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.